كمان يعني من كتر ما هم كانوا بيشوفوا ده كانوا بيبقوا عايزين يتعلموا، فبيجوا يقولوا لنا احنا طب احنا ينفع نلعب سلاح؟ أيوة. طب ممكن تعلمونا سلاح؟ طب نلعب ازاي؟ نجيب ايه؟ نروح فين؟ فكانوا دايما بيبقوا عايزين يعرفوا ديتيلز عن الموضوع اكتر، ويعني انترستد قوي في الحوار ده. فدي برضو كانت بوينت حلوه قوي، ان انا دايما احس كده ايه ده، اول ما حد اخش جايبه مثلا مركز او حاجه ايه ده مبروك ومش عارفه ايه، طب شروات واحنا ممكن نلعب سلاح، ممكن تجيبي يعني ممكن تقولي لنا اي حاجه نعملها ازاي كده. فدي كانت حاجه حلوه قوي بصراحه. يعني انا كل ما كنا بنطلع في بطوله وبنرجع كان معظم صحابنا بصراحه بيحتفلوا بينا وبيبقوا مبسوطين قوي وبيشجعونا. على فكره مش اللي بيبقى نفسه يعمل حاجه تانية غير الدراسه، لان خصوصا كمان ان لما الكليه بتكون سنها طويله، يعني 7 سنين 6 سنين 5 سنين ايفن، بيبقى الموضوع مستنفذ قوي لطاقتك في كل حاجه. فلو في حاجه بتعرف تعملها جنبها او حاجه كمان انت متميز فيها، اصحابنا كلنا كانوا بيشجعونا عليها عشان هم عارفين ان احنا we're doing our best، وفي نفس الوقت يعني الحمد لله بنحقق فيه، فكانوا بيبقوا مبسوطين جدا بجد. يعني بيبقى موقف غريب بصراحه. بس مره كنا خلصنا بطوله، ففي واحده صاحبتي كانت مكمله بعدينا بدور، يعني لعيبه مكمله بعدينا بدور وطلعت، فانا رايحه اقعد بقى اواسيها يعني خلاص بشجعها عشان لسه عندنا فرق فاحنا محتاجين نبقى كويسين وكده. فلقيتوا عاملين ندوا عليا سلوى، وكانت لعيبه ثانيه اسمها ساره، فعايزه ايه شروات؟ اقول لهم يا جماعه مش وقته، انا دلوقتي محتاجه اقعد معاها، مش وقته خالص شروات. فايه لقيتهم جايبين لي صوره ويقولوا لي الناس عايزينك تمضي عليها. وانا لسه خسرانه، انا طالعه خسرانه ليه؟ عايزين نمضي على الصوره ليه؟ بس فده كان موقف غريب قوي بالنسبه لي، اللي هو لا لا. وخناقات بقى في البطولات، يعني احنا بنلعب كتير قوي مع بعض، يعني اتصادفت كتير قوي ان احنا كنا بنلعب فاينلز افريقيه وبنلعب في الجمهوريه كتير مع بعض، فكل ما بنقابل لازم يحصل موقف كوميدي او ما ينفعش مع بعض. ما ينفعش، دي بالنسبه لنا مشكله، دي مشكله، لان احنا اكيد احنا بنتمرن مع بعض فحافظين بعض. لا هي مشكله جدا، مشكله لو انت بتتضايق وبتتبسط نفس الوقت، مش فاهم انت عندك زي ايه دلوقتي، مش عارف تفرح عشان اختك او خسرت، بس نفس الوقت لازم تفرح عشان انت كسبت فلسه عايز تكمل. ومثلا هي مثلا لو اي حد فينا مثلا طالع الاول التاني يتضايق منه ان هو ما راحلوش، طب ما هو التاني انا عايزه اكمل، ممكن اكمل البطوله كده اجي اقعد معاك ثاني. فبتبقى خناقات دايما بقى. ايوه بالظبط الموضوع ده. بيقولوا في بيتها، هو دايما الجمله دي بنسمعها كتير، في بيتها مدام في بيتها خلاص، يعني مش مهم. المهم ان احنا اربعه بنلعب سلاح. يعني عندنا ولدين والولدين بيلعبوا برضه، ولسه اخويا اصغر واحد جايب، لسه جايبين اول عالم في الفرق. محمد جابر واحمد جابر، محمد واحمد، احمد اكبر شويه، يعني احمد اصغر مني سنتين ومحمد اصغر واحد خالص، ده اصغر مني بخمس سنين او حاجه. وهم الاثنين كانوا منتخب، ستيل محمد منتخب، احمد عامل بوست شويه بس ستيل محمد منتخب وبيطلع معاهم دلوقتي، فالعيله كلها بتلعب سلاح. ففي مشاكل في السلاح في البيت على طول. ان انا انفست اكتر في بطولات بره، يعني هو دايما احنا عندنا في مصر خصوصا لعبه السلاح بيجي عليك فتره انت خلاص، يعني انت شربت كل اللي هنا ومحتاج تزود. انا كنت مفروض جه عليا فتره كنت مفروض هزود في ان انا اطلع بطولات بره، بس طبعا بطولات السلاح مكلفه جدا جدا جدا، فالموضوع يعني كان كونسيومينج، مش تكلفه بس، وقت كمان زي ما بقول لك لسه في طب، فالدراسه كانت صعبه قوي. فانا ندمانه يمكن ان انا لا كنت ممكن ادي اكتر في وقت بدري عن كده، لو انا كنت اي انفستد اكتر في السلاح من وقتي وفلوسي كان هجيب اكتر دلوقتي. نصيحه كنت المفروض اعمل بيها يعني هو ان يعني تتحركي شويه، مش عارفه اقول ايه صراحه، بس تتحركي شويه. لا لا لا، بس هو مره كابتن كان بيقول لك اتحركي اكتر اتحركي اكتر. لا لا، بس هو في فتره جالي فيها مزق في الرباط في رجلي، فكان دي الناس كلها بتقولي ريحي عشان تعرفي تدي بعدها كويس، يعني انا ما كنتش عايزه اوقف. ده كانت 2019 وكان لسه الكورونا ما ظهرتش، يعني كانت لسه هتظهر بعد كده. كنت ببقى بعيط من الوجع ورجليا خلاص مش قادره، وبعيط من تحت وانا مش عايزه اوقف عشان اتاهل مع اتاهل الفريق واتاهل معاهم. بعد كده طبعا لما حصل حوار الكورونا ده وبتاع، فالاصابه بقت تكبر اكتر، الوجع بدا يطول معايا اكتر. فلو انا كنت اديت بوز شويه كنت اقدر ارجع تاني اقوى ساعتها بعد فتره قليله بدل ما طولت معايا قوي. فدي كانت اكتر حاجه كان لازم اسمع نصيحتهم فيها، فان انا اوقف عشان اريكفر فاعرف ادي كويس، ما تجيش على نفسي يعني في الحته دي. كابتني كابتن ميمي، اللي هو اهدي وركزي
ان انا ما اتسرعش في الماتش دايما. دي اكتر نصيحه وستيل لغايه دلوقتي لو حد واقف ورايا وقال لي ما تتسرعيش في الماتش انا هكسب عشان ما اتسرعش. بس علشان بيبقى السلاح مش زي معظم الالعاب اللي بتكون فيزيكال اكتر، لا هو منتال. فلو انت ما عرفتش تسيطر على اعصابك كويس جدا جدا في وقت التمرين، هو طبعا بيخليك تفكر تاكتيك عايز يعني تخدع اللي قدامك ازاي تجيب فيه لمسه وما يخلوش وهو ما يجيبش فيك لمسه. فطبعا ده لما بيحصل لو انا اتسرعت بخسر كتير قوي. فمينلي كابتن ميمي كان دايما يقول لي كده، كابتني اللي مربيني يعني، كان يقول لي دايما ما تتسرعيش، دايما فكري خدي وقتك، افصلي. بيعلمني طبعا ازاي كل الحاجات دي، افصل ازاي وامتى اخد وقتي وكده. بس دي ستيل اكتر نصيحه مهمه في السلاح اللي انت ازاي تعرف تفصل وتعرف تفكر وتبقى منتلي اكتيف. البرود بصراحه. هي برود بس انا كنت بارده في الاول وده كان بيساعدني قوي قوي قوي. انا كنت شايفه معايا اللي قدامي مثلا كانوا بيتعصبوا من فكره ان انا بارده، يعني هما بيلعبوا وبيتحركوا وانا برود مفيش، يعني بدي رياكشن، بس بدي رياكشن في الوقت الصح وبكسب. ففي فتره كده البرود ده راح من عندي بسبب الضغط بقى بتاع الكليه مع التمارين مع السفر، فكان كل حاجه في نفس الوقت. فهي كانت نصيحه ان انا يعني ارجع تاني للبرود، وهو ده بقى اللي قعدت احاول اعمله تاني. فالحمد لله دلوقتي بروفيسور برود، يعني البرود بصراحه بالنسبه لي ده مفتاح بتاعها، ده مفتاحها البرود، وانا مفتاحي ما تتسرعيش. بس كده. هو انا بصراحه ما عنديش الموضوع ده، دايما يعني مش بحب ابقى كوبي من اي حد يعني، فدايما بحط لنفسي انا عايزه ايه، وانا هو ده هيبقى مثلي الاعلى نفسي قدام، وانا محققه ده هو ده مثلي الاعلى. لكن ما بحبش، مش من الناس خالص اللي بتبص على حد تقول انا عايزه ابقى شبه ده. فهي نفسي تارجت ان انا الصوره اللي انا رسمها لنفسي دي هي مثلي الاعلى، فاهمين؟ ده فعلا سؤال صعب جدا، واتسالته على فكره في لايف برضه في اون تايم فاكره، وكان سؤال صعب لان فعلا دي حقيقه. انا مش يعني مفيش مثلا رول موديل انا نفسي اوصل له بالظبط وابقى زيه بالظبط. ببقى مثلا نفسي اخد مثلا من زي مثلا لاعب معين الصفه دي، بس مش نفسي اخد منه كل حاجه، نفسي اخد حاجه معينه. فمش نفسي اخد الالتيميت كاركتر، لا انا نفسي اخد صفه معينه هي موجودة عنده وأتعلمها يعني.